واحد بيقول ما معنى ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نجرا، وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما؟ كلمة بسيطة يعني لا تعقد الامور، زي ما يقول انسان يكون بسيط وحكيم. بسيط مش معناها ساذج او على نياته، يعني غير معقد. كلمة بسيط يعني غير معقد. معقد يعني ايه؟ يعني ياخد حاجة ويربطها في حاجة ويطلع منها حاجة تانية. زي مثلا واحد قال كلمة فانسان ياخدها ويربطها بسوء الظن ويطلع منها حاجة تانية، يبقى بقت معقدة. عينك بسيطة يعني ما تاخدش الامور بتعقيد. يعني في واحد ينظر نظرة ويربطها بشهوة، بقت معقدة، ما بقتش نظرة بسيطة، بقت نظرة مع شهوة مربوطين مع بعض، يبقى هنا جسده يكون مظلم. لكن عينه بسيطة، نظرة مجرد نظرة، ما جراش حاجة. سمع كلمة مجرد كلمة، ما جراش حاجة، ما خلطهاش بحاجة وربطها بيها وعقدها. جسدك يكون نيرا ليه؟ لأن النظرة الشريرة التي ترتبط بها الشهوة، الشهوة يكون لها تأثير على الجسد. لما ما يكونش فيه شهوة ما يكونش فيه تأثير على الجسد. يعني لنفرض واحد نظر نظرة وخلطها بشهوة انتقام، بحسد، بغضب، بأي انفعال، يبان على طول عينه مش عين تمام، باين. يقدر كل واحد يقرأ قلبه في عينيه، العين كشاف بيطلع اللي جوه القلب يبينه. عشان كده بعض الناس اللي ما يحبوش مشاعرهم تكون باينة يلبس نظارة سودة عشان ما يبينش جواه ايه، ما حدش يبص في عينيه يشوف اللي جواه ايه. بس مش كل اللي بيلبسوا النظارة سودة، يعني جايز الطبيب يقول له نظرك يتعب من الضوء الشديد فيلبس نظارة، ليس من اجل مشاعره انما من اجل شدة الضوء على عينيه. وان كانت عينه شريرة جسده كله يكون مظلم، لان الجسد بيلتهب بالغضب، بيلتهب بالحقد، بيلتهب بالشهوة، بيلتهب بكل عاطفة شريرة.